السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو حمود المصري من قناة أبو حمود المصري. تحية طيبة لمتابعينا الكرام في كل مكان في العالم. معنا النهاردة فيديو هنتكلم فيه عن الطوب الأبيض الجيري. طبعا الطوب الأبيض الجيري زي ما انتوا شايفين كده معنا في الفيديو، طريقة البناء بتاعتها مش صعبة ولا أي شيء، طريقة سهلة جدا ومعروفة لدى الجميع. لكن النهاردة أنا حابب نوضح للإخوة المتابعين وفي كل مكان في العالم ان الطوب الابيض ده مش متوفر في كل مكان. الطوب الابيض ده عبارة عن حجر جيري منتشر جدا في مصر، وخصوصا في صعيد مصر، تحديدا في محافظة المني. الطوب الابيض الجيري اللي انتوا شايفينه دوت عبارة عن جبال بتخش فيها معدات، المعدات دي بتقوم بتقطيع وتحديد البلوك بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. البلوك الابيض طبعا منتشر كتير في مصر، ويتميز ان سعره رخيص وكويس. تاني حاجه بينجز جدا في الشغل. الطوب الابيض كان من حوالي 10-15 سنه لورا كده. طبعا المتابعين الكرام البنايين عارفين ان الكلام اللي انا بقوله دوت من 10-15 سنه كان البلوكه دي ما تقدرش تشيلها بايد واحده، يعني ما كانش في بنا يمسك بلوكه بايد واحده ويبني زي ما انتوا شايفين كده. كانت البلوكه دي ضخمه جدا، كان مقاسها يخش في 40 سنتي، 40 في 20، ممكن في 15، كانت عملاقه جدا. لكن سبحان الله طبعا مع الوقت ومع الايام بدأت البلوكة تصغر تصغر، يا مالك وصلت بالمستوى اللي انتوا شايفينه دوت. لكن في الاول وفي الاخر البلوكة دي كويسة جدا وعملية وبتنجز في الشغل. البلوكة دي احنا بنستعملها عامة في مصر، يعني تقريبا في الاغلبية العظمى بيكون في المباني اللي هي تكون مباني استثنائية. مثلا بنبني حوش، بنبني مثلا غرف للخزين، غرف بنستخدمها كده خارج البيت. وبرضو في نسبة تانية بيبني بيها مثلا الدور الاول، لكن بعد كده بيتم بناية البيت بالطوب المشهور جدا في مصر اللي هو الطوب المخرم. طبعا احنا في الفيديو دوت بنعمل غرفتين كده في بيت من طبعا في صعيد مصر في محافظة اسيوط مركز الغنايم، عبارة عن غرفتين كده احتياطي كده خزين للبيت بالطريقة دي. بس انا حبيت ان انا مثلا نوصل فكرة ونوضح نظام البلوك دي للمتابعين الكرام اللي هم موجودين برا مصر، في ليبيا وفي المغرب والعراق الشقيق والسعودية. ان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم وخدتوا فكرة عن البلوك دوت. لكن من ناحية الصنعة وطريقة البناء زي ما انتوا شايفين طريقة بسيطة جدا، هتحط البلوكة وبشوية مونة تخبطهم في البلوكة اللي قدامك، وبكده يعتبر البناء. فنيات كتير مش موجودة في المباني، بس احنا استفدنا بطوب ونظامه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة، وشكرا لكم على حسن المتابعة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معي في القناة، ويستنونا في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.